المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله لسه بنقول واحنا كتير تابعنا مع حضرتك هنا في البرنامج وعلى الارض من المناطق الجديدة اللي اتعملت طبعا بديلة للعشوائيات المؤسفة. تقول لنا ايه في الملف ده؟ والنهارده بنتكلم على الصخره بتاعت منشيه ناصر، وعلى طول الناس اللي حصل امبارح طبعا، وعلى طول الناس اتنقلوا النهارده لحي الاسمرات. الجهد والتحرك ازاي توصفه؟ والله عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني دلوقتي حضرتك بتتكلمي وانت مبسوطه رغم ان في حادثه حصلت، لكن انت بتتكلمي وانت مبسوطه. عشان اشتغلنا على احنا الحكومه اشتغلت على الملف ده من اكتر من سنه ونص. أيوه. مطرح ما الصخره وقعت كان في ناس عايشه، يعني كان ممكن تحصل كارثه تانية. الناس دي راحت فين؟ الناس دي في الاسمرات واحد واثنين، في اسر نقلت في الاسمرات واحد واثنين. أيوه. مكان الصخره اللي وقعت، عشان احنا والمحافظه وجهود الدوله كلها اشتركت مع بعض في حاجه واحده بس. بعتنا لجنه علميه درست منطقه منشيه ناصر، دي منطقه سقوط صخور وانهيارات جبليه. يبقى الحق الناس هنا، فعلا لحقنا وسكننا الناس في واحد واثنين، والمكان اللي وقع فيه صخره كان عايش فيه ناس. والناس دي عايشه دلوقتي في الاسمرات من سنه وشويه. كان زماننا دلوقتي بنبكي عليهم، لكن الحمد لله دلوقتي احنا في يعني النهارده بنقول رغم ان في حادثه حصلت، احنا مبسوطين ان الحكومه، ده دليل ان الحكومه دلوقتي بتشتغل خطوه الاول اللي هو بندرس الحاجه قبل ما تحصل الكارثه. وعارفين ان دي مناطق خطره وفي احتماليه لسقوط صخور فيها، فشغالين وننقل الناس قبل ما يحصل حاجه لا قدر الله. ده النظام دلوقتي، احنا بندرس كل حاجه، بنعمل له خطتها، بنعمل نشوف حلولها ايه قبل ما تحصل الكارثه. معروف ان هنا هتحصل مشكله، قبل ما تحصل مشكله الحل اهو، ما ننتظرش زي زمان ردود الافعال تحصل الكارثه. أيوة زي صخره 2008 اللي مات فيها 119 بني ادم و65 مصاب. فتخيلي يعني الموقف ده نفسه انشئ بيه صندوق تطوير العشوائيات، يعني كان 2008 لما وقعت الصخره اتنشا صندوق تطوير العشوائيات عشان صخره الدويقه سنه 2008. لكن الحمد لله المره دي احنا جاهزين. بس من ساعه لما تتعامل صندوق تطوير العشوائيات في 2008 بعد الكارثه دي، الشغل حصل في الكام سنه اللي فاتوا، وتم الاعلان، وحضرتك قلت لنا قبل كده وانا عارفه ان ده رؤيه الدوله انه يتم الانتهاء من ملف العشوائيات ده على نهايه 2000. هو اللي حصل ان اتنشا الصندوق عشان يعني تهدئه الراي العام، لكن الصندوق اشتغل صح. ايوه ما اشتغلش. انا عارف حضرتك تقصدي ايه، يعني الصندوق اشتغل صح امتى؟ لا اشتغل صح في الاربع سنين اللي فاتوا. بدانا نشتغل، ويمكن في السنتين اللي فاتوا اكتر شغل ضخم العمل فيه، احنا صرفنا حوالي 14 مليار جنيه في السنتين اللي فاتوا. فيعني هنا بقى الجديه في العمل والصدق فيه، ان الجديه ازاي نحل مشكله كبيره زي دي، ما نبقاش موضوع فرقعه اعلاميه، لا انش صندوق والصندوق مش عارف ايه اختصاصاته ايه وكلام كله، لا دلوقتي بقى موضوع فعلا مش كلام نظري. لا هو حلو انه مش فرقعه اعلاميه، لكن بالعلم وبالارقام وبالاحصائيات واللي بنشوفه على الارض، على ارض الواقع، وبنشوف المشاهد وبنشوف المناطق الجديده والتجمعات الجديده. لما بنتكلم على انهاء هذا الملف بالكامل والتعامل، انا عارفه ان في اولويات طبعا، والمناطق الاكثر خطوره والحاجات دي كلها، انه نهايه 2019 يعني في جدول زمني محطوط، قصدي يا باشمهندس. فعلا في جدول زمني، وكنا عدم حضرتك طبعا قلت لحضرتك قبل كده اللي هو نهايه 2019. ان شاء الله القضاء على الغير امن في مصر كلها، لكن منطقه منشيه ناصر عشان دي خطوره كلها خطوره داهمه، اللي هي المنطقه اللي هي فيها 14 منطقه جوه منشيه ناصر. ان شاء الله يمكن خلال بتسكين المرحله الثالثه من الاسمرات يبقى ماشي، يبقى في حاجه اسمها خطوره داهمه خطر على حياه الناس جوه منشيه ناصر كلها. ربنا يوفقكم يا رب ويقدرنا ان احنا ننتهي من هذا الملف بالكامل، يعني طبعا وده حق اساسي من حقوق الانسان، واحنا بنتكلم عن حقوق الانسان، الحق في الحياه الكريمه، وان نحس دايما ان الدوله وراه في ظهره، انه لو حياته مهدده ما نتحركش بعد ما تحصل الكارثه، لكن نكون شغالين اسرع من وعندنا ودارسين كل الاحتمالات وكل السيناريوهات، وموجود اماكن بديله وخطط موضوعه على الارض للتنفيذ. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائيه، شكرا لحضرتك.